النهاردة كمان زي ما بدأنا وقلنا من بداية اليوم كانت المشاهد في البيت الحرام، ومع شروق شمس اليوم النهاردة اجتمع ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم الوقوف على صعيد جبل عرفات اللي بدأت النهاردة منذ طلوع الشمس وحتى غروبها بعد قضاء يوم التروية في منيا. بعد مغيب شمس يوم عرفة هيبدأ الحجاج التوجه إلى مزدلفة، هيقضوا ليلتهم هناك قبل ما يتوجهوا إلى منى مرة تانية لرمي جمرة العقبة الكبرى، وهيتم المبيت ورمي الجمار خلال أيام التشريق الثلاثة. زي العادة استبدلت كسوة الكعبة المشرفة في ليلة وقفة عرفات. لسه كنت بشارك حضراتكم بأنه المشاهد اللي ما ينبسطش بمشاهد عبادات حقيقية واللي تشغله حاجة عن التقرب والتعبد في أيام مباركة زي النهاردة يبقى فايته كتير. عموما في كل الأوقات بيبقى عندنا ناس منتبهة جدا للمعنى الحقيقي وراء الأعياد، وفي ناس بتبقى مشغولة. أجمل ما في الأعياد هو ما يجمع الناس، فما يجمع الناس سواء كان عبادة سواء كان معايدات سواء كان احتفالات مشتركة فهو المعنى الحقيقي للأعياد.